بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام. في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا احنا في المحاضرة الماضية وقفنا عند قصة نوح، عندما حدث الطوفان، وبالتالي أن نتيجة الدعاء من نوح عليه السلام، قال: أني مغلوب فانتصر. فاستجاب الله تعالى لدعاء نوح. طب لاحظين أنه كل نبي أعطي دعوة، ولكن من الأنبياء من دعا بها على قومه، ومنهم من ادخرها، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد، أنتم شفتوا في حديث الشفاعة، لما الناس كانوا يوم القيامة أحاطت بهم النار من جميع الجهات، وارتفعت الشمس بقدر ميل فوق رؤوسهم، وبدأ يتصبب العرق، وتعرضوا إلى ما تعرضوا إليه من ضيق، فماذا فعلوا؟ قالوا: يا قوم، يا عالم، ألا تروا ما حل بنا؟ فلنذهب إلى أبينا إبراهيم لعله يطلب من الله أن يعجل لنا الحساب. لسه مش الشفاعة، أن يعجل لهم الحساب. فماذا قالوا؟ ذهبوا إلى آدم فقال إلى آدم عليه السلام فقال: لقد عصيت ربي، فليس لي وجه أقابل به الله سبحانه وتعالى. اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى نوح. فعندما وصلوا إلى نوح ماذا قال؟ قال: لقد أعطاني ربي دعوة فدعوت على قومي ولم أدخرها، فليس لي وجه أقابل به ربي. هذا دليل على أنه من الأنبياء بالفعل، أن نوح عليه السلام من هؤلاء الذين دعوا على قومهم. لكن هل هذا الأمر من نوح عليه السلام، أو دعاء نوح على قومه، يعتبر من باب الضيق والضجر؟ ليش؟ ليش دعا على قومه؟ فقد الأمل. كيف يعني فقد الأمل؟ واحد داعي بده يفقد الأمل، معناته ما عنده، معناته فيش ثقة بالله سبحانه وتعالى. حتى لا يعلم دكتور، سيدنا نوح دعا لقومه بعد ما ربنا ذكر انه لن يؤمن لك الا ما قد امن. يعني بمعنى ان نوح عليه السلام دعا على قومه لانه علم انهم لن يؤمنوا له، مش لن يؤمن لك الا من قد امن، لن يؤمن لك الا من قد امن. بمعنى ان هؤلاء الذين دعا عليهم، يعني أن الله تعالى هو الذي أعلمه بأنه لا إيمان لهم بعد ذلك، يعني انتهى. لهذا دعا عليهم نوح عليه السلام. إذا نوح عليه السلام لما دعا لقومه، مش منهج عند الأنبياء، ليس منهجا ولا خلق من أخلاق الدعاء أن يدعو على أقوامهم. معنى ذلك إن هنا إذا كان الداعية يدعو إلى القوم، لماذا إذن جاء إلى الناس؟ لماذا الآن هو مرشح على أن بالتكليف بدعوة الناس إلى دين الله؟ الداعية عليه أن يصبر على الأذى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، شفتم في السيرة أنه أنتم درستم أنه لم يتعرض إلى الكفار حتى عندما كانوا يؤذونهم. ليه؟ لأنه هذا صبر. تصور لو أنا كداعية بدي أرد على كل إساءة من الناس، كيف تصير داعية أنا؟ صحيح، هذا يتنافى مع طبيعة ومنهج الدعاء وأخلاق الدعاء. لكن نوح عليه السلام لما علم من الله تعالى أنه لن يؤمن، قال: إني مغلوب فانتصر، يا رب لقد بذلت أقصى ما أملك، أقصى جهد عندي، وقضيت دعوتهم ليلا ونهارا، لم أدخر لا وقت ولا جهد ولا حتى وسيلة من الوسائل إلا دعوتهم بها، ولكنهم كما علمت. لهذا فانتصر يا رب لدينك، انتصر لمنهجك، فالدين دينك والدعوة دعوتك. فمجرد أن خرجت تلك الكلمات المخلصات من قلب داعية إلى الله، وإذا بالاستجابة الربانية، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فتحنا، شفتوا من الذي فتح؟ الله. إذا حط تحت فتحنا خط، فتحنا يعني بمعنى أن يد القدر امتدت إلى هذا الكون لتسخره إلى ما أراد ذلك الداعي أو النبي. ففتحنا، يد الجبار تفتح السماء، وإذا بها أبواب وليس باب.
أبواب جاءت بالجمع. ليش جاءت الجمع؟ الكثرة، يعني بمعنى أن الماء لم ينزل من السماء النزول المعتاد، وهو قضية الغيث. وإحنا تكلمنا الفرق بين المطر والغيث. المطر عذاب، لأنه إنه هذا عارض ممطرنا، لكن هناك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، الغيث الذي فيه الخير وفيه النجاة. كذلك حتى في الرعود في المطر شو بقول؟ اللهم حوالينا لا علينا، يعني ما يجيش عليهم، لأنه هو كلمة مطر تحمل في طياتها العذاب للقوم. لهذا قال ففتحنا أبواب السماء، إذن هناك ماء من السماء، وفجرنا الأرض عيونا. وهذه العيون ما هو قال له فإذا فارت التنور فاسلك منها، مش قلنا هذه إشارة رمزية؟ عندما ترى الماء يخرج من العيون، معناته العيون الخارجة من الأرض ساخنة، براكين، أو إذا صح لنا أن نقول ذلك. فعندما خرج الماء من الأرض التقى مع ماء السماء، وإذا بالطوفان، حينها ركب اللي هو نوح عليه السلام مع أخله وقومه ممن آمن، وأخذ من كل زوجين اثنين لتعمر بهم الحياة أو الأرض بعد ذلك. وبينما هو كذلك وإذا به ينظر، طبعا هنا شوفوا الآن، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، يعني هنا بأعيننا برعاية الله وحفظه وكنفه، بأمن من الله. إذن الله سبحانه وتعالى بيأكد هذه الحقيقة. تفضل. حملناه على ذات ألواح تدل على عظمة السفينة هذه. هو كانوا يستهزئوا من نحن بسبعة. نعم صحيح. هو كان تكلمنا عنه إحنا، ذات ألواح ودسر، ألواح خشب ودسر مسامير، يعني هو بتكلم عن قضية طبيعة الصنعة اللي صنعوا منها، يعني بهذه الأمور البسيطة كان هذا المركب العظيم الذي حمل كل ذلك. أيضا قضية تسخير السفينة أن تجري بأمر الله في ماء، مش ماء بحر ولا ماء نهر بمعنى اللي الأمور الطبيعية، بل بالعكس هو طوفان وقضية غضب من الله، ومع ذلك في وسط هذه الأمواج المتلاطمة وإذا بسفينة النجاة تمخر بهم في عباب هذا البحر أو في عباب هذه المياه، لأنه ليس بحرا، مش بحر ولا نهر، إنما هذا طوفان وماء جاء من مين؟ بقدر من الله، فعمت الأرض كلها هذا الماء. فضل. فتحنا النون العظمة، يعني تدل أنه الله سبحانه وتعالى أنه ما جلس وفتح الله، هنا النون العظمة نفسها، يعني فتح الله، يعني هو عائد إليه، يعني العظمة أن الله قدرة الله، يعني أنه ربنا عظيم قادر على فتحنا، يعني هو بمجرد أنه الفتح يعود إلى الله فهو عظيم. يعني سواء قال فتح الله أو فتحنا، هي بقول لك، أنا بقول هو جاءها بالجمع لأنه للتعظيم، لكن أما هي عائدة على الله فهي عظمة على عظمة زي ما بقوله الآن. وإحنا بنتكلم يعني بمعنى أن الفتح جاء من الله، مش بأسباب أخرى، يعني بتدبير من الله، مش تدبير كوني، يعني ربنا اللي أراد، يعني مش في الوضع الطبيعي كان المطر، انتبهتي؟ يعني بمعنى أن المطر بينزل من الكون في أوقات محددة. الآن كان في لما كان نوح عليه السلام في الصحراء كان شديد الحرارة، وكان أرض صحراء لا مطر ولا نهر ولا بحر ولا شيء، ومع ذلك من الذي فتح الآن في غير أوانه؟ يعني بمعنى أنه الله يفتح عليك، يعني يد القدرة الإلهية امتدت إلى الكون فحركته، يعني خلته يكون يسبق أوانه في قضية الأمور. لكن بأعيننا يعني برعاية الله، وفي فرق بحفظ الله، في فرق أنه نقول والله أنه يعيش في حفظ من الله وفي كذا، لكن هنا الخطاب قال بأعيننا، وهو بخاطب نفسه عشان يبين أن هؤلاء لن يصيبهم أي مكروه، هذا اللي احنا بنتكلم عنه. وبالتالي قال جزاء لمن كان كفر، الهدف أنه إيش ماله؟ لنجعل لهم تذكرة. والآن بدأت السفينة تجري بعظم بإرادة الله بهم في موج كالجبال. شفت التصوير الرائع من القرآن؟ يعني بمعنى أن السفينة مش ماشية على سطح الماء في وضع طبيعي، وإنما كانت المياه كالجبال، يعني دليل على الخطورة اللي دخلت فيها هذه السفينة. وبالتالي ارتفعت السفينة فوق الماء وعلى الموج وغطى الأرض هؤلاء، وبالتالي غرقت زوجة نوح
وإذا نظر فإذا ولده كنعان يغرق. فقال شوفوا الآن لما نظر نوح عليه السلام ولم يجد زوجته ظن أن الزوجة من ضمن إيش إلا من سبق عليها القول، ففكر إنها لحالها، وبالتالي إنه شاف ابنه فهنا لهفة الأبوة والحنو الآباء على الأبناء دعا إنه قول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انظري إلى أولا قال هنا تجري بهم في موج كالجبال، بمعنى أن السفينة ارتفعت وهي ماشي في خضم المحيط، كأنه يقول أن سفينة الإسلام سفينة الدعاء لا يمكن أن تصل بهم إلى شط الأمان دون أن يحاطوا بالصعاب. الله يفتح عليك، يعني الداعية مش ممكن يصل بقومه إلى الأمان هكذا دون دفع ثمن في ضريبة، يعني كل داعية لابد أن يتعرض إلى المحن. وإحنا شفنا محنة الاستهزاء ومحنة السخرية، محنة الضرب اللي كان يضرب أحيانا، ومحنة كذلك الآن في يمكن الابتلاء، وبعدين ممكن الإخراج من الأرض، وإحنا قلنا السجن والتعذيب والقهر من الطغاة هذا وارد. وبالتالي بعد سنوات من العذاب والاضطهاد نصل إلى الحل. الدليل شوفوا في قصة يوسف عليه السلام، شوفوا يوسف عليه السلام يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجد. بعد سنين طويلة إنه تآمر الإخوة ووضعوه في الجب، وبعدين بيع كالرقيق، وبعدين فتنة امرأة العزيز وهي تراود فتاه، وهذه أكبر فتنة، بعدين فتنة الحكم إنه قاعد، عارفين إيش فتنة الحكم والسجن. الآن لما قضيت في الحكم إنه أنا أكون حاكم وظالم، اختبار لي لنفسية الحاكم هل سيعدل أم سيظلم، لكن في النهاية إنه جاء الآباء والأبناء وبالتالي سجدوا لمين؟ ليوسف. ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. حقيقة، يعني هذه الحقيقة التمكين للدعوة، التمكين للمظلومين لا يأتي إلا بعد مراحل من الفتن. لهذا سفينة نوح مشت في وين؟ في الطوفان، في جباء، في أمواج كالجبال. وحينها قال يا بني اركب معنا ولا تكن. شوفوا الآن إذن يا بني، إذن الآباء رغم ما يلاقونه من عقوق الأبناء إلا أنه بتظل الحب الحنان، يعني مش معقول، وقد ما بده بكساش على أولاده. وهنا بنتكلم ونشوف هذا في قضية لهفة نوح عليه السلام وهو يرى ولده يغرق في الماء في الطوفان فناداه، ومع ذلك انظروا المقابل، انظروا القساوة، انظروا قضية العقوق من ابن، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أولا يعني ما كانش بالدأوي إلى ربي، حتى لو كان الإله اللي بيعبده صنم أو غيره أو غيره، قال أنا بدأوي إلى جبل. كان الأصل به إنه وين يقول إلى الله، هذا عارفين زي مين؟ اللهم العرب، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من سماء. الله أكبر، عناد وكبر. كان الأصل أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، يسره لنا أو اهدنا إلى هذا الطريق. لا، قالوا فأنزل علينا حجارة، يعني هم يتمنوا العذاب. شوفوا، ومع ذلك هذا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إذن من هنا الإيمان بالماديات. وكم من مسلم اليوم لا يؤمن إلا بالماديات. ومتذكرين الحديث اللي ذكرته لكم لما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا باكيا وضاحكا وقال عجبت لإنسان مكابر في الدنيا مكابر في الآخرة؟ قال له يوم القيامة ربنا بيحاسبه مباشرة، لأنه من الناس من يحاسب عن طريق الميزان، ومنهم من يحاسب عن طريق الصراط، ومنهم من يحاسب عن طريق الملائكة، ومنهم من يحاسب عن طريق اللخ مباشرة. فهذا نصيبه أنه قاعد بحاسب ربنا. وإيش بقول؟ بقول له يا رب أريد دليلا من نفسي، يعني ما تجيبش لي كتاب تقول لي هاي كتاب أعمالك، ولا تقول لي الملائكة أحصت عليك، ولا 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 ولا، إيش بدك؟ قال أعطيني دليلا من نفسي. فماذا قال الله؟ قال اليوم نختم على أفواههم
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذا شفت الآن، شفت الإنسان معاند حتى مع ربه يوم القيامة، شفت العناد، شفت الجحود، شفت الكبر، الإنسان مصيبة، مصيبة الإنسان. يوم القيامة بده يتحاسب وربنا اللي بحاسبه بده دليل من نفسه. وبالفعل ينطق الله تعالى أشياء لم تنطق في الدنيا. يعني الآن اللسان الذي وهو أداة أو الحاسية الكلام، لكن يوم القيامة لا، الأيدي والأرجل تشهد على الإنسان بما كان يعمل. وهذا دليل على حتى قضية عدل الله وإنصاف الله وبالتالي رحمة الله بعباده. يعني هذا الإنسان الأصل يسخطه على طول دون أن ينتظر، لكن عظمة الله في قضية أن أسماء الله لابد أن تتجلى، رحمة العدل ورحمة وقضية إذا هذا إذا هذا 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 إن للدعاء أنه لازم الواحد يوسع صدره وبالتالي يتحمل الآلام وهو يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وحملنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقرر الله تعالى أن لا عاصم اليوم إلا من رحم. يعني هؤلاء الذين ركبوا في سفينة الإسلام، ركبوا في سفينة المؤمنين، سفينة نوح عليه السلام. وإذا بنوح، ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي، وعدك الحق معروف وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. حطي على هذه الآيات سين، موضوع سؤال. إيش الموضوع السؤال؟ أولا نأخذ من هذه الآيات أو الفائدة المرجوة، واحد طلع في السطر الثاني أن الأنساب بغير الإيمان لا تنفع. شفتين؟ أن الأنساب بغير الإيمان لا تنفع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني معنى إنه عملك ما فيش، بطأ العمل، قل العمل، عملك ما وصل كاش، مستحيل النسب. شفتوا؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني لم يشفع لها أن فاطمة بنت النبي، فيش. يعني قضية بدكم أكثر من هذا القضية، من هذا المسألة. ويوم القيامة لما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأبيتم إلا فلان ابن فلان. النسب حيقطع بك يوم القيامة، النسب ملوش يوم القيامة. مش عشان هذا مكم من نبي، أيوة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. الآن فشي على الإطلاق يوم القيامة مش بالنسب. وكم من نبي كما ذكرت أنه كانت الزوجة خانته زوجته أو خانه ولده، وبالتالي مستحيل. هل هذا سيشفع في ذلك؟ إذن النسب على الإطلاق. ولهذا الحديث بيقول إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. مين مكان وين مكان؟ يعني بمعنى مش قضية زي ما قالوا لنوح ما اتبعك إلا إيش؟ إلا الأرذلون. يعني صحيح، يعني الأمور لا تقاس بأنه هؤلاء من طبقة الفقراء أو من طبقة العبيد أم غيرهم. اثنين اللي في الصفحة الثانية، عاقبة الكبر وعقوق الوالدين والاعتصام بغير الله هي الخسران والهلك. هذا رقم اثنين. يعني هدى الفائدة المرجوة، يعني بمعنى أنه الإنسان المتكبر لابد أنه في النهاية يشمله خسران. شفتوا الغرق، الغرق في قضية الطوفان. وإحنا بنقول أن الله تعالى وقت الفتن يثبت الذين آمنوا، لكن الرياح عواصف الفتنة تعصف بمن دخل فيها. إحنا كثير فتن المسلمين، إيش دخلنا في مرات فتن لا دخلنا لها لا من قريب ولا من بعيد، وبنلق فيها بألسنتنا وبندخل. وأصلا في المسلم لابد من التثبت. وقت الفتن عليه أن يعض على دينه، عضوا عليه بالنواجذ،
علينا أن نتمسك وقت الفتن بهذا الدين بالإسلام العظيم حتى يقين الله. ومع ذلك بعد أن غرق من غرق ونجا من نجا وإذا بالأمر الإلهي يقول: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يعني إنه توقفي عن قضية إنزال المطر أو الماء، وبالتالي الأرض بدت أيوة وغيض الماء، يعني بمعنى إما أن يكون جفة أو نقصة، يعني بمعنى زال، بدأ الماء يرجع للأرض والسماء امتنعت، وبالتالي بعد ذلك وقضي الأمر. قضي الأمر يعني انتهى قضاء الله بأنه إيش؟ لا تخاطبني في الذين ظلموا من الذكرات. قضي الأمر بأنه هذا حكم الله وقضاؤه، أن ماله أغرق الكافرين، لا تخاطبني في الذين ظلموا هؤلاء الظلمة الذين ظلموا أنفسهم، ظلموا أمتهم، ظلموا دينهم. الناس مش لازم، مش معتبرة، لم تلتزم بالحق، فكان لابد من الهلاك. وكذلك أنه من قضاء الله أن يكتب النجاة والفرج والتمكين لمين؟ للمؤمنين. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. طبعا هنا اللي هو الجودي، طبعا هنا في اختلاف في قضية الجودي، منهم من قال إنه جبل، وهذا الجبل الجودي قال بالجزيرة مشهور، ويروى أن سفينة نوح طافت بالبيت ووصلت خلف المقام. أنا مش أتكلم أنه هذا كلام يمكن باطل لا صحة له على الإطلاق، لكن الجودي هو قيل أنه جبل بالجزيرة العربية، وقيل أنه جبل بتركيا، لكن مهما كان سواء بتركيا أو الجزيرة لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد في تحقيق فائدة، يعني أنه نتحقق فائدة دينية. الهدف من القصص القرآني الغرض الديني، مظبوط؟ الغرض الديني، هل في ذلك غرض ديني؟ ولا كانت بتركيا ولا بالجزيرة، أرض الله كلها واسعة. تفضل. صحيح صحيح، هو قيل على اليوتيوب لليوم يعني بقول لك يقال، لكن احنا الان ما دام في اختلاف بين العلماء في المكان احنا بفش، لكن في المستقبل والله ثبت انه في تركيا وغيره، ربما هذا من باب انه احنا نستفيد استئناس، لكن اما انه بفيدنا، قلت لك احنا من ناحيه دينيه هل بفيدنا شيء؟ انا بتكلم بس هنا، اما هو من الفائده الجغرافيه التاريخيه ممكن يفيد، يعني انه الاماكن هذه من الاثار مدعاة، زي ما احنا مثلا بنروح في أريحة بنروح على قرى سدوم ونرى تلك الأماكن التي عذب الله تعالى فيها مين؟ الذين شذوا، قوم لوط الذين شذوا عن الفطرة، وبالتالي عاثوا في الأرض فساد وفاحشة، بنشوف هذه الآيات للاعتبار، وبالتالي حتى بنزورها لمين؟ للاعتبار ولقضية الدرجة. شوفوا الآن ولم يتركوا من بعدهم، الآن هؤلاء يعني بعد ذلك ما تركوش ذرية، وقيل إنه الذين كانوا في السفينة هم أولاد نوح، سام وحام ويافث، هؤلاء الثلاثة والذين كانت منهم الذرية الموجودة. شوفوا سام أبو العرب والعبريين، يعني إحنا واليهود أولاد عم كنعان كنعان، وبالتالي حام أبو السودان والحبشة، ويافث أبو الترك والعجم، يعني الروم وبلاد هذولا لمين؟ لا يافث هذولا يعني الشجر والبيض، ولا لا مش هذولا بنسموه بني الأصفر وغيره؟ مش كانوا الصحابة يتحدثون عن بلاد فارس وبلاد الروم بأنه هؤلاء اللي مشهورين بالنساء الشجر وغيره؟ وبالتالي شوفوا الحبشة والسودان من السود، يعني كأنه يعني الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الذرية جعل مثل هذا اللي هو سام وحام ويافث الثلاثة الذين يعني نسبت إليهم اللي هو إيه البشرية. وفي هذا اللي يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد تركناك آية، فهل من مدكر؟ إذن هنا جاءت هل من معتبر؟ إذن الآن جاءت للعبرة، فهل من مدكر؟ وبدأت قضية الانتقام. إذن شفتوا قصة نوح عليه السلام حيث في قضية إنه الهلاك الذي أصاب الأمة نتيجة المعصية وهذا الدمار،
ويكفي أن نقول أن الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أمطر الأرض بهذا المطر وبهذا الماء فغسل دنس الكفر من هذه الأرض، فبدأت أجيال جديدة. هذه الأجيال اللي بعد ذلك نوح عليه السلام بدأ ينشر دعوته في طائفة من الأمم، مما أعاد للإسلام رونقه وبهاءه، وعاد الناس من جديد ينشروا دين الله تعالى في الأرض، فانتهت مهمة آدم. طالما أن آدم عليه السلام، عفوا نوح، يعني بمعنى أن الله تعالى كتب له النجاة والفرج هو ومن معه من المؤمنين، وبالتالي نزل إلى الأرض فبدأ يدعو من جديد ويقيم اللي هو هذه الدعوة وأركان الدين وشرع الدين وعلم الله في هذه الأرض، وبالتالي جاء الأجل. وطبعا هنا أنه بدأ اللي هو نوح عليه السلام يريد أن يوصي أبناءه كالعادة. وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، مين؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره، وكل من مين؟ من الصالحين. شوفوا الآن، إذ حضر يعقوب الموت، يعني حضر الموت ليعقوب، يعني يعقوب وهو في النزع الأخير. شفتم الآن يعقوب عليه السلام وهو في النزع الأخير يوصي أبناءه بماذا؟ بالإسلام، بالتوحيد. إذ حضر يعقوب الموت ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. شفت الآن الإطمئنان على مستقبل الأبناء هنا. إحنا اليوم شو بنفكر في مستقبل أولادنا؟ قال بس الميراث، الله أكبر، بدنا نعمل لهم أراضي وبدنا عمارات وبدنا لهم سيارة وبدهم زوجة وبدهم أولاد، وبدنا خاطر نخلد الأولاد، ومع ذلك بنقول هذا المستقبل، مستقبل الأبناء. والقليل القليل الذي يفكر في مستقبل أولاده إيش ماله؟ الأخروية. إحنا بدي أفكر إن ابني لما بدي أموت هل سيبقى على العهد؟ هل سيبقى متمسكا بدينه وبدعوته وأخلاق وتعاليم الإسلام؟ اليوم إحنا بنفكر في أراضي وبنبني دار، وبعد ما نفكر في دار بنصير إيش نفكر؟ أخ لو إنه بس دلم، وبعد ما يصير له دلم لو إنه ثلاثة، وبعدين لو إنه عشرة، ولو ولو، وبيبدأ هذا التفكير. والشيطان، وكم من إنسان أو كم من رجل بنى ما لم يسكن، قاعد ببني وطابق وطابقين وثلاثة، وهذا موجود هنا يعني نراه يوميا رأي العين، قاعد باني أربع طوابق وخمس طوابق. ابنه الكبير قديش عمره؟ بس 10 سنين، 8 سنين، 9 سنين. طب لمين بنيت الطوابق هذه؟ قال هو في فلوس وخليني. هل فكر في مستقبل هذا الابن أرسله إلى المسجد ليحفظ القرآن؟ طيب هل يوم الجمعة، بديش أقول في الصلوات الخمس، هذا الابن بيصطحبوا معاه إلى المسجد؟ تتصوروا أخواتنا الكريمات لو أن كل رجل أو أب في مجتمعنا الفلسطيني أخذ الأبناء يوم الجمعة، بتفكروا مسجدنا حتكفي؟ مش هتكفي. لكن ومع ذلك مصائب، نرى مصيبة، مصيبة محدش. حتى بناتنا لما صار في هناك أقسام للنساء وصار بيطلعونا بالفلسفة الحديثة أنه صلاة المرأة في بيتها أفضل من وين؟ من صلاتها في وين؟ في المسجد. احنا بنقول الحديث صحيح لكنه يا أخوات نسخ، وبالتالي جاءت أحاديث أخرى تنسخ هذا الكلام. يعني بالبداية شوفوا، أنا عشان أدخل لكم لهذا الموضوع صلنا على رسول الله. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هنا فيه، خلينا أقول هنا باب، وبدخل منه الرجال والنساء، الرجال بروحوا قدام والنساء بظلهم وراء.
من نفس الباب، كان مسجد صغير. والمرأة ما كانتش آيات الحجاب متنزلة. لما صار كثر المسلمين، فالرسول ماذا قال؟ قال إنه صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، عشان تخف قضية النساء ومزاحمة على وين؟ على الباب. بعد فترة الرسول صلى الله عليه وسلم بنى باب جديد للرجال، قال هلا تركتم، طلع الحديث الثاني هذا الباب، هلا تركتم هذا الباب للنساء، يعني في إمكانية، رجاء وأمل، قدر يقول لهم أنتم ممنوع تدخلوا الباب. شفتوا أسلوب الدعوة؟ هلا ترجي تمني، هلا تركتم هذا الباب للنساء، فصار للنساء بدخلوا من هنا وبقعدن، ورجال بدخلوا من الباب الثاني وعلى طول مباشرة قدام. إذن أزال الاختلاط في دخول المسجد. ثم بعد ذلك صارت آيات الحجاب، تنزلت آيات الحجاب فانتقبت المرأة. وعائشة بتقول رحم الله نساء الأنصار، لما تنزلت آيات الحجاب كنا يرين كأن الغربان على رؤوسنا، يعني خيمة متنقلة قالوا عنها، يعني أسمر فأسمر. ولهذا أحب اللباس إلى المرأة الأسود، وللرجال الأبيض، يعني من باب السنة. الآن شفتم اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم لاقى النساء عددهم بقل وضايل. طب هو عمال إيش ماله؟ هو عمال جعل باب تاني، وكل أسباب الإزالة راحت، والمرأة أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فقد زنت كذا وكذا من شكل حديث، يعني لها عقاب. يعني المرأة ما بطلت تتعطر وتحط الكافور وبعض العشب اللي له راحة، وبعدين لبست النقاب، وبعدين باب لحال. إذن أين الفتنة؟ أزال كل موانع الفتنة بين المرأة والرجل حتى في دخول المسجد. فماذا قال؟ جاء الحديث النهائي، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذن هو عرف الرسول صلى الله عليه وسلم إنه فخم الصحابة من قوله المنع، ومنعوا مين؟ نسائهم. فقال لهم إياكم أن تمنعوا. ولليوم نرى بعض أشباه العلماء وغيره قاعدين بيتكلموا ويحتجوا بحديث اللي هو إنه صلاة المرأة. نعم، إحنا بنقول الأفضل فوقتيش؟ وقت الفتنة، لما كمان المرأة بتيجي على المسجد على حساب بيتها، على حساب أولادها، على حساب زوجها. يعني في رمضان ترك الأولاد وترك البيت وجاي تقيم لليل في رمضان، بقول لها لا، بقول لها لا، لأنه هذا مش على حساب مين؟ حساب البيت ولا حساب. لكن وكمان ما يكونش في فتنة جياني يعني ومتعطرة ولا لبسالج الباب ضيق ولا إلى آخره. بقول لها هذه موانع اللي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من البداية. إذن إحنا الآن بنقول على المرأة أن تبحث لك. كل هذا حرص من الإسلام على الوصية عشان تعلمي. ولهذا أنا عمال بقول إذ حضر يعقوب الموت، ولهذا لما جاء الموت لمين؟ لنوح، وانتهى الأجل بدأ يوصي أبناءه، وبالتالي قال إنه يوصيهم بمين؟ إن نبي الله نوح قال لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك وصية، أمرك باثنين وأنهاك عن إيش؟ عن اثنين. أمرك بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإن بها إيش؟ صلات كل شيء. يعني سبحان الله وبحمده الصلة بينك وبين الله، وبها يرزق الخلق. وأما أنهاك عن الشر والكبر، الشر عرفناه، طب الشرك عفوا، الشرك والكبر، الشرك عرفناه، لكن قضية إيه؟ الكبر. قالوا يعني واحد إله يعني أحدنا لابس حلة؟ قال لا. قال واحد لابس نعلين كويسات؟ قال لا. قال لي أحدنا من أصحاب، بقول لي أحدنا أصحاب يجلسون معه أتباع من أتباعه، يعني قاعدين ببجلوه بكبروه؟ قال لا. طب ها شو الكبر؟ قال سفغ الحق وغمط الناس، يعني بمعنى عدم الاعتراف لأهل الحق أو لأهل الفضل بفضلهم، وعدم تكريم الناس ووضعهم في مكانهم الطبيعي. احنا اليوم هنا القضية الأخلاق، احترام الكبار. من هنا آدم عليه السلام، عفوا نوح، قاعد بأكد إلى أبنائه عن معاني راقية نفتقر إليها اليوم.
نفتقر إليها اليوم، احترام الكبار وإجلال العلماء وأصحاب المقامات، أن نضعهم في مكانهم الطبيعي والذي يليق بهم. ثم بعد ذلك انتقل عليه السلام إلى الرفيق الأعلى. طبعا اختلفوا في عمره، قديش عمره؟ طبعا مش عارفين. ليش؟ قال لأنهم في البداية اختلفوا في وين؟ في مقدار. أيوة، وكتش بعث. هو لما نقول أنه دعا قومه 1000 عام إلا 50، يعني قديش؟ 950 سنة، هذا الدعوة. طيب هو لما أجت البعثة قديش عمره؟ عشان إنه عمره قبل البعثة بنضيفه لهذا بطلع عمره. منهم من قال، شوفوا اكتب عندك هنا، اختلفوا في مقدار سنة البعثة أو يوم أن بعث. فقيل كان ابن 50 سنة، وقيل 350 سنة، وقيل 480. شوف الآن، إذا والله على المقياس الأول 50 بصير عمره 1000، وإذا على المقياس الثاني 1300، مظبوط؟ وإذا أنا 1700 وشوي. لكن أنا بالله إيش بده يعنيني؟ المهم أن نوح كان من أطول الأنبياء عمره. شفت الآن، شفتوا ملك الموت لما جاء إلى نوح، بقرأ في بعض الأحاديث، قال له يا أطول الأنبياء عمرا، يا أطول الأنبياء عمرا. السؤال، كيف أنت والدنيا؟ كيف أنت مع الدنيا؟ قال إن الدنيا كدار لها بابا، دخلت من أحدهما خرجت من الآخر. عمر 1000 سنة إلا 50 في الدعوة، يعني أقل شيء في عمر نوح فوق 1000 سنة وما يزيد في بعض الروايات، ومع ذلك وجد الدنيا كدار دخل من باب وخرج من باب الثاني. طب ماذا نقول نحن؟ ماذا سنأخذ من الدنيا؟ هذا ما أردت أن أختم به هذه المحاضرة، أن نتذكر الدنيا وأعمالنا في هذه الدنيا حتى نقابل الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. شوفوا الآن، بعد أن انتقل نوح إلى الرفيق الأعلى وقابل ربه، ماذا أقر الله تعالى؟ قال سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. سلام على على نوح، سلام على الأمة المؤمنة الموحدة. هل بالفعل بعد موتنا سنجد قول هذا القول الرائع من رب العالمين، وهو يقول سلام على المؤمنين، سلام عليكم بما صبرتم نعم عقبى الدار؟ شفتم؟ سلام عليكم، الخطاب لمين؟ للمؤمنين. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. شو نستفاد من قصة نوح؟ نختم. تفضل. إذا الصبر على مشاق الدعوة حتى نستطيع أن نصل إلى نهاية المطاف، وهو الفرج والتمكين للأمة. تفضل. إنزال الناس منازلهم واحترام الكبار. تفضل. إنه العدل ليس الأنساب ليس لها، الله يفتح عليك، بمعنى أن الأنساب بغير الإيمان لا تنفع، يعني بمعنى إنه النسب بدون إيمان مستحيل، مع إنه أنتم عارفين لما حتى شرط من شروط الزواج أو صفة من صفات الزواج شو هو؟ شروط زواج المرأة يتزوج ليش؟ لحسبها ونسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين. ترى يعني كمان جيد لو بحثنا عن النسب، يعني بمعنى انه لما بدي اجي اتزوج بدي ابحث عن عائلة الزوجة، لان اولادي شوفوا العرق دساس، تخيروا لنطفكم فان العرق دساس، يعني بمعنى انا بدي اجيب لاولادي بده يكون اخواله، بده يطلع لاخواله، وبالتالي اخواله بده يكون النسب طيب،
يعني من معدن طيب أصيل، عندهم أخلاق عندهم تعاليم، لكن أروح أدور على مثلا إياكم وخضراء الدمن. طب ليش؟ طب ما هي المرأة الحسناء في المنبت السوء. وأنا بقول مش بس يعني المرأة الجميلة في كذا، لا، هي المرأة إيش مالها؟ الطيبة في بيت سيء، واحدة مدينة وبيت كل أخلة سيئين. عارفين هذا مين لازم تتزوج؟ أنا بقول أقوى واحد من المؤمنين. عارفين ليش؟ يعني أنا بحثش أي واحد من الشباب يروح اللي هو مضحي ويتزوج واحدة، لأنه مش هيقدر. ممكن هو يا أيوة يروح في الطريق ويحس يسحبوه، لكن واحد اللي بده قام معناته هنا بده يكون شاب ملتزم دينيا، لما بده يدخل عارف اللي بده إياه ويكون قوي عشان هو يأثر، وجاي من باب المكافأة لهذه الفتاة. شفتوا؟ صح، إياكم وخضراء الدمن، هنا تحذير منه أنك أنت تدور على وحدة عايشة في وسط من العائلات ملوش إذا النسب كويس. كمان إحنا حتى بدي أقول لكم حاجة، كلام رائع سمعته من الإمام محمد الغزالي رحمه الله. إيش بقول؟ إن الذي ينقطع عن ماضيه كاللقيط في وسط الأمم. يا ريت العبارة تكتبيها. إن الذي ينفصل عن ماضيه كاللقيط في وسط الأمم. أنا لما بدي أنا أنفصل عن ماضي المسلمين وعن أمجاد المسلمين وعن تاريخ الأمة المؤمنة زي اللقيط، شوف مالوش نسب، يعني بمعنى نسب مهم جدا، لا بالعكس، في فرق بين هو الرجل اللي له نسب عريق وبين إنسان مالوش لا أصل ولا فصل ولا غيره. من هنا بنقول أن الأبناء تأثير في التربية. تفضل يا شوف، بس أجيب وبعدين أرجع لك. تفضل. الإنسان بالعمل الذي فيه إخلاص لله عز وجل. كيف؟ يقاس الإنسان بالعمل الذي فيه. الله يفتح عليك. يعني المسألة بالأعمال، يعني الناس يقاسوا بأعمالهم. تفضلي. يكون في حفظ ورعاية الله تعالى. أما الكافر يكون. يعني أن المؤمن لا خوف، أن لا خوف عليهم ولم يحزنون. المؤمن في رعاية الله ما يخافش، وبالتالي إذن عليه أن ينزع الخوف من صدره ويكون هناك في أمل في المستقبل بأنه النجاة والتمكين للأمة المسلمة. الله يفتح عليكم. يعني بمعنى، أنا خليني أقول لك بمعنى آخر، أن من معوقات الدعوة قد تكون الزوجة والأبناء، من معوقات الدعوة الزوجة والأبناء. يا مصيبة مصيبة الداعية لما يكون متزوج واحدة غير ملتزمة تشيبه، وبالتالي مش بس هيك حتى بتحبط في العمل. تصور أنا أكون في البيت ولأسراري ولكذا، وزوجتي قاعدة بتأخذ هذا بتنقل برا. أحيانا كثير من الأخوة المجاهدين كانت المرأة سبب الدمار، يعني أنه بتأخذ المعلومة من الله اللي صار واللي جرى له، ما هو كل يوم جاي علينا كل يوم طالع بتتكلم عن أصحاب زوجها. لو أجوا الناس سألوها والله أجوا ظلهم لا والله لو شفتهم ظلهم لنص الليل هم يتكلموا. يا أخوي هذا بدهم يعيدوا الدين في مالطا، يا أخوي بدهم يراجعوا الدين الحين، هذول مين الدين الجديد؟ ما تخافوش يعني. ولهذا يعني كان لي زميل في قضية الدعوة صبر على زوجته 30 سنة والله ما قدر يحكم عليها إنها تلبس الحجاب بس صح. وكانت وإحنا قاعدين مرات أول ما نجلس عارف إيش نقول له، مع أنه من النوادر نيجي عنده، بنصير نقول له يا راجل روح بس ورا الباب، مرتك قاعدة تحت الشباك، لأن خلص معروفة الفضول عندها قتلها، وبالتالي مصيبة من المصائب. حتى الأولاد أصيب في أولاده، لأنه ليش؟ إخوالهم تبع كانوا تبعين فرقة موسيقية، فطلع كلهم رقص خلاص. عشان هيك المرأة، أنا بقول المشكلة عندك أنت. إحنا الآباء والله يا أخواتنا الكريمات نصارح بعض، إحنا كرجال بتفكروا يعني إحنا بالربي؟ إحنا يمكن نسقل الرجولة عند الأبناء، لكن قضية التربية الأم اللي بتحفظ قرآن، الأم اللي بتربي حتى في المناهج، يعني إحنا بنقدر نفضل أولادنا ندرسهم؟ الأم الصالحة مش مدرسة، أنا بقول جامعة حقيقة. المرأة مش نص المجتمع، ما عادش نص المجتمع وربع المجتمع يضحكوا عليك، أنت المجتمع كله، لأنه إحنا قاعدين ميادين الرجولة برا خارج البيت. في الحقيقة قاعدين إحنا الحصار الصراع التغول على الدين كان بحاجة إنه الرجل يكون في ميادين الأعمال برا، لكن المرأة اللي أنا بقول الثغر
الذي يجب ألا تؤتى الأمة من قبلها هو أنت، لأنه يوم أن هدموا قضية المرأة هدموا كل الدين وهدموا المجتمع. تفضلي، كنت بدك تقولي أنت؟ تفضلي. على الإنسان المؤمن أن يكون شعاره دائما وأبدا اسم الله عز وجل، أن يبدأ بسم الله. أن هي الآية اللي تقول يا أيها الذين آمنوا إنما أولادكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أولادكم وأزواجكم عدو لكم فاحذروا. في جهاد الآية صحيح، إحنا نقول من الأولاد والأبناء فتنة وعدو، وايو لما عدو للدين، مش الآن قضية عدو للدين. نعم صحيح. طيب طبعاً الغلو في تعظيم الصالحين يؤدي إلى الشرك في الله، عدم تقديس. إحنا نحترم القادة ونجلهم ونكرمهم ولكن لا نقدسهم. على الكفار حينما يعني والله يعني ندعو على الكفار، أنا بقول يعني أولاً نسأل الله سبحانه، نقول اللهم اهدهم، فإن لم يعني يكن ذلك في اللوح المحفوظ او الهدايه من عندك فاللهم كذا وكذا. لكن انا بقول لا، اليهود بنقول احنا يعني لما بنيجي بنتكلم عن اليهود بندعو على اليهود لانهم مغتصبين، لانهم اخذوا مقدرات الامه. وطبعا اليهود مين؟ اليهود الذين يحاربوننا، لانه في يهود مثلا عايشين في بلاد برا في الخارج مسالمين ولا لهم مش دخل يعني بهذه القضيه. احنا لا نحارب اليهود والنصارى من أجل دينهم، وإنما نحاربهم لأنهم أخرجونا من ديارنا. طبعا أنا بكون هيك أنهينا القصة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنلتقي في المحاضرة القادمة مع قصة هود عليه السلام.